هذه عودة إلى استقبال المساعدات الدولية وعبورها عبر معبر رفح البري. ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري حماد العربي من مدينة العريش. أهلا بك معنا، والجديد لديك بشأن استقبال المساعدات وبشأن إدخالها إلى القطاع، تفضل. تحياتي إليك نوعا ولكل مشاهدي التلفزيون المصري. بالفعل منذ الصباح الباكر والمساعدات تتدفق بشكل كبير على مدينة العريش وعلى معبر رفح. شهدنا اليوم دخول ما يقرب من 250 شاحنة محملة بمختلف المواد الإغاثية، سواء كانت هذه المواد مواد غذائية أو مواد طبية وأدوية، إضافة أيضا إلى المستلزمات المعيشية الضرورية لأهالينا في قطاع غزة بشكل أساسي. يضاف أيضا إلى ذلك أن الشاحنات التي دخلت قرابة الساعة 6 واستمر هذا الدخول وحتى الساعة 2 ظهرا، وما بعد ذلك كان المشهد هو خروج الشاحنات التي أفرغت حمولاتها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من عمليات التفتيش وتدقيق في محتويات تلك الشاحنات وإنزال حمولتها في المنطقة المحايدة وهي المنطقة الوسطى داخل معبر رفح ما بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني، وتم تحميل هذه المواد على شاحنات اتجهت إلى جنوب قطاع غزة. ما وردنا من أنباء يؤكد قيام جنوب قطاع غزة ب تكوين قافلة مكونة من عدة شاحنات محملة بالمواد الغذائية بالمواد والمستلزمات الطبية، وتوجهت هذه القافلة في اتجاه الشمال لدعم الأشقاء الفلسطينيين الموجودين في شمال قطاع غزة والذي يبلغ عددهم ما يقرب من 700,000 مواطن فلسطيني موجودين في الشمال رغم الظروف القاسية للغاية، سواء تدمير المنازل التي كانوا يسكنون بها أو نقص الأدوية وكذلك المواد الغذائية، إضافة أيضا إلى لا يوجد شيء يحميهم من برد الشتاء القارس في هذه الأيام. هذه القافلة تحركت من جنوب قطاع غزة متوجهة إلى الشمال. يضاف أيضا إلى ضمن المشاهد التي رأيناها اليوم أمام معبر رفح وهو خروج عدد من الحالات المصابة من الجانب الفلسطيني عبر سيارات الإسعاف المصرية، ما يقرب من 9 حالات خرجت يرافقها 8 مرافقين من ذويهم من الجانب الفلسطيني، وتم توجيه هذه الحالات إلى مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد. أيضا ما تم خلال هذا اليوم هو الدفع بعدد 7 شاحنات للوقود وهو محرك أساسي للحياة في قطاع غزة، 3 حاويات أو شاحنات تحوي على وقود السولار و4 أخرى تحوي على الغاز الطبيعي لإعادة تشغيل المخابز لإنتاج الخبز داخل قطاع غزة بشكل أساسي وتلبية احتياجات المواطنين قدر الإمكان. ما يصلنا من غزة حتى هذه اللحظات هي استغاثات مستمرة بضرورة التدخل بعمل مستشفيات ميدانية، لأن الحالة الصحية للكثيرين من أبناء القطاع هي حالة صعبة للغاية. تفضلي. تفضلي. أشكرك شكرا جزيلا حماد العربي مراسل التلفزيون المصري على كل هذه المشاهدات والتفاصيل.